وللمزيد من النقاش حول استمرار نشاطات ميليشيا حزب الله الإرهابية مما استوجب عقوبات أمريكية جديدة على منتمين لها وشركات تابعة لها وتأثير ذلك على الوضع الداخلي في لبنان، ينضم إلينا السيد فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني عبر الخط الهاتفي من زيورخ. مرحبا بك معنا. أهلين، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. الإدارة الأمريكية تقول إن ميليشيا حزب الله اتخذت مخابئ لها في أوروبا لتخزين نترات الأمونيوم، بماذا تفسر ذلك السلوك من حزب الله تجاه أوروبا التي لم تصنف الحزب على قوائم الإرهاب حتى الآن؟ بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام، اسمح لي أحكي بالعامية اللبنانية، معلش يمكن لأنه أنا مغترب وبعيد شوية عن القصة. بالنسبة لسلوك، شكرا جزيلا لك، بالنسبة لسلوك حزب الله هذا، إذا تأكد أنه هو عم بيخزن بالفعل نترات الأمونيوم بالدول الأوروبية فهذا يعتبر يعني أنه فعل خطير جدا وغير أخلاقي تماما، لأنه إذا عم بيخزنوا أكيد عم بيخزنوا بين الأبرياء، بين المواطنين المدنيين، لأنه أكيد ما عنده هو يعني مخازن مخصصة لهي الشغلة، وأكيد القصد منه هو إيذاء الدول العربية. هذا إذا كان الخبر صحيح اللي صدر عن الإدارة الأمريكية، وطبعا اللي أصله لهذا الخبر هو المخابرات المركزية الأمريكية اللي كانت عم تدعم قرار المالية الأمريكية، عفوا وزارة المالية، بفرض عقوبات على حزب الله وإدراجه والضغط نحو الدول الأوروبية لإدراجه على لائحة الإرهاب. أما أنا شخصيا أنا بعتبر أنه حزب الله يعني مثل يعني عفوا مثل ما نعرف نحن وعبر هلا تاريخه اللي عبر السنوات الماضية، حزب الله حاطط كل همه وتركيزه على محاربة الدول العربية وعفوا وتشتيتها وإضعافها، وذلك طبعا بتام لمصلحة إيران. نعم. فانا يعني انا برايي انه لا، حزب الله يعني مش بهالقوه الكبيره عم بيخزن نترات الامونيوم بالدول العربيه، وهذا اذا كان هالشيء هلا ممكن لا يخلو الامر انه هو ممكن عم بيحضر لشيء، لان حزب الله بيامن بمبدا القوه، وطالما هو كان قوي بهذه المناطق طالما هو ممكن يشكل خطر وتهديد، وبالتالي بيستعمل هذا التهديد طبعا لمصالحه الحيويه اللي بتناسب سياسته وسياسه اكيد ايران. نعم. طيب فيما يتعلق بموضوع العقوبات الأمريكية على الحزب، بين الفين والأخرى نجد أن أمريكا تفرض عقوبات جديدة سواء على شركات أو أشخاص يتبعون للحزب، كيف تؤثر هذه العقوبات على الحزب وعلى تأثيره في المنطقة ولا سيما في لبنان؟ هلا مما لا شك أن العقوبات أثرت بطريقة مباشرة على الحزب وعلى ميزانية الحزب، حتى نحن كلياتنا لاحظنا أنه حزب الله سحب كثير مقاولين من سوريا من بعد ما فرض حاله بسوريا، وهذا طبعا مرده للتأثير المالي، حتى انه نصر الله دعا باحد خطاباته البيئه تبعيته للتبرع، وقال انه التبرع بالمال جهاد. طبعا هذا ما بيأتي من لا شيء، اثرت كثير العقوبات الامريكيه والحصار المفروض على ايران وعلى منابع المال اللي كانت عم تمول انشطه حزب الله بلبنان وبسوريا وباليمن وبالعراق وبالبحرين بكل الدول العربية. هالشيء طبعا تجفيف منابع المال اللي كان عم يجي من أمريكا اللاتينية أو حتى من كندا أو من أمريكا، والدعم القوي اللي كان بيتمتع فيه حزب الله من المال اللي بيتبرع فيه المناصرينه بكل الدول، هذا أكيد انقطع عن الحزب، يعني تم تجفيفه تماما. مشان هيك الحزب هلأ يعني بوضع لا يحسد عليه ماليا، وبالفعل نحن بلبنان كمان عم تجينا هيك اخبار كثير انه في تململ كبير داخل البيئه تبعيته. وهذا يدفعنا للسؤال التالي، يعني تاثير كل ذلك على المشهد اللبناني الداخلي، ولا سيما اننا نتكلم الان او نرصد الان محاوله لتشكيل حكومه جديده بقياده مصطفى اديب. السؤال هو شو هو السؤال استاذ؟ يعني هل تتأثر الحالة اللبنانية بهذه التطورات؟ طبعا الحالة اللبنانية تأثرت أصلا بالحروب اللي شنها حزب الله. حزب الله كان عم بيمول حربه بسوريا عبر ماله الخاص، وبعدين لجأ، أنا باعتقادي أنه أنا أكيد من هالشيء أنه حزب الله لجأ للخزينة اللبنانية، لأنه على مر السنوات الأخيرة اللي مرت كان وزير المالية بلبنان شخص تابع للثنائي الشيعي المعروف بحركة أمل أو حزب الله، وأكيد هو الاثنان لا ينفصلان،
حزب الله وحركه امل هن كانوا مستلمين وزاره الماليه بلبنان، وهيدي وزاره كثير كثير مهمه، وبالتالي اكيد كان هناك عم بيصير عفوا استغلال لهيدي الماليه، اللي كمان انا يعني شبه متاكد انه كمان هو كان عم يستعمل مال الخزينه اللبنانيه لدعم حربه يعني في كلمه بيقولوها انه عفوا لدعم حروبه وللاستفاده من المال انفست هذا المال عفوا بسوريا ولدفع مقاضين حقه. وطبعا وزاره الصحه كمان كان هو كمان يعالج الجرحى والقتلى، الجرحى اللي كانوا ينصابوا بسوريا عبر وزاره الصحه، وهالشيء طبعا اثر كثير على الدوله اللبنانيه. وهلا بالنسبه لتشكيل الحكومه اكيد في عقوبات جاي، سيف العقوبات بعده عم يكثر كثير على الدوله اللبنانيه، وما بعتقد انا انه رح يتشكل حكومه بهيدي البساطه اذا كان حزب الله او حركه امل او اي حدا من السلطه الحاكمه الموجوده هلا اللي معروفه كلياتها بالفساد. نعم. واللي معروفه هي لدى الاداره الامريكيه انه كل السياسيين الموجودين هلا على الساحه يدينون بالولاء لحزب الله، لانه هو مثل ما بقولوا ولي. يعني هذا الكلام في الحقيقه مهم، ولكن هل تعتقد بان ما يجري الآن من محاولات تعطيل المشهد السياسي في لبنان، وما جرى مؤخرا من تفجير المرفأ أو حصول هذا الانفجار الضخم، وكل هذه الظروف التي يمر فيها لبنان، هل تعتقد أنها قد تدفع بعض الأطراف إلى المتحالفة مع حزب الله بطبيعة الحال إلى إعادة تموضعها؟ أستاذ الكريم، هلأ لابد من الإشارة أنه معظم المتحالفين مع حزب الله هم وصوليون، كوزير الخارجية السابق اللي دائما بيحاول هو يترجي العالم الحر وخاصة أمريكا أنه في تباين بالمواقف بينه وبين حزب الله. يعني ممكن بعض حلفائه يقولوا إيه أنه في تباين وتباعد بمواقف، إنما هم حلفاء لحزب الله. وبهالموضوع أمريكا والمجتمع الدولي اللي خلص حاطت نزل قرار، اتخذ قرار بإنهاء حالة حزب الله وإنهاء المشاغبات اللي كان عم يعملها بالدول العربية ولا بالدول الأوروبية وكمان بأمريكا وحتى بأمريكا اللاتينية، من يعني في تهم كثيرة إنه إنه كان يهرب المخدرات وإلى آخره ويمول سلاحه. فأنا بعتقد إنه السياسيين اللبنانيين ما فيهم يطلعوا بهذه البساطة من حزب الله، وحتى لو قالوا إنه في تباين لازم ينكروا صلتهم مباشرة وبكل صراحة بحزب الله، وحتى انه لازم ينكروه. بالنسبه للاداره الامريكيه ما في شيء بين البينين، اما انتم معنا واما ضدنا. نعم. هذا الكلام. شكرا. نعم. الاداره الامريكيه. شكرا لك سيد فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من زيورخ.